بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مصري جريء. فيروس كورونا حديث العالم وحديث جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. في كل حلقة بنطلع ونتكلم عن الإجراءات الاحترازية المطلوبة المفروض كل الناس تعملها، من تباعد ومن عدم زحام ومن قلة نزول للشوارع. اتكلمنا كتير في كل الحلقات اللي فاتت، لكن النهاردة رسالتي مختلفة. رسالتي بوجهها ليكم علشان تعرفوا قيمة الحياة. النهاردة بنتكلم وبنوجه رسالة لأصحاب الثروات وأصحاب النفوذ وأصحاب المقام العالي، أصحاب المال. أيوة الفلوس اللي ملهاش أي قيمة دلوقتي، الفلوس اللي دلوقتي ما تقدرش تعالجك ولا تقدر تجيب لك مصل ولا تقدر تجيب لك علاج للفيروس. هل الفلوس دي هتنفعك دلوقتي؟ هتسفرك مثلا تتعالج بره مصر؟ هترجعك لطبيعتك؟ هترجع نفسك لطبيعته؟ هتنزل درجة حرارتك لو انت مصاب فعلا بفيروس كورونا؟ روح أي مستشفى، روح أي مستشفى في أبو خليفة، في الإسماعيلية، في أسيوط، في القاهرة، أي مستشفى عزل، واسأل أي مصاب كده هناك يكون من أصحاب الثروات وقول له وخيره. قول له تاخد صحتي وتجيب مالك؟ أيوة قول له تاخد صحتي، اعرض عليه قول له أنا بقول لك أهو تاخد صحتي وتجيب مالك، تيجي مكاني واجي أنا مكانك. صدقني هيوافق، هيوافق لأن النفس والحياة والصحة مفيش أغلى منها. ما تقوليش فلوس دلوقتي، هيمر عليك ناس كتير بتمد ايديها وبيقولوا لك ساعدني، هتجيلك واحدة يتيمة، هتجيلك واحدة أرملة عايزة تجوز بنتها، ساعد، مد ايدك، اوعى تردهم، لأن هو ده اللي هينجيك وهو ده اللي هينجي أولادك وهو ده اللي هينجي أسرتك كلها. حاجة واحدة دلوقتي هي اللي هتنجيك فعلا، عمرها ما كانت بالفلوس. اللي هينجيك دلوقتي الصدقة والعمل الصالح. تصدق لأن هو ده باب النجاة، هو ده اللي هيبعد عنك جميع الأمراض. علشان تحافظ على نفسك وتحافظ على بيتك، التزم بيتك، خد الإجراءات الاحترازية المطلوبة. عندنا الأعداد كل يوم في تزايد، لحد النهاردة هقول لحضراتكم تقرير وزارة الصحة، وصلنا 27526 حالة. لو بصينا الأعداد اللي بره ممكن تكون العدد دوت مش كتير، بس علينا احنا في مصر هنا كتير، علينا كتير جدا لما يكون عندنا 1052 حالة وفاة، كتير علينا. وصل عدد الوفيات اليوم فقط اللي هو أمس 47 حالة وفاة. إجمالي حالات الخروج حتى الآن 6826. بطمن الناس لما تسمع رقم 27000 ما تفكرش ان كلهم موجودين، لا احنا عندنا 6000 حاله خرجوا لحد الان، وعندنا 7642 حاله تحولت من ايجابيه الى سلبيه. تمام، لو شلنا الحاجات دي هنلاقي الرقم خفيف. زي ما قلت كل حلقه بطلع وبتكلم عن الاجراءات الاحترازيه المطلوبه. النهارده مش هنقول كده، لا النهارده هنقول تصدقوا، خلوا بالكم من جيرانكم، اعملوا خير، لان هو ده العمل اللي هيبقى لكم ان شاء الله، وهو اللي هيرجع الحياه لطبيعتها وهيبعد عننا جميع الامراض. تصدق، خلي بالك من جارك، ساعد الشباب. لكل رجال الاعمال ساعد الشباب، لان المرض مش بعيد عنك، مش هتعرف تسافر بره لان بره في مرض وهنا في مرض برضه. هو الفلوس دلوقتي ملهاش اي قيمه. تصدق علشان تحافظ على اولادك، علشان تحافظ على زوجتك. بلاش زوجتك، عشان لو قلنا تصدق عشان تحافظ على زوجتك محدش هتصدق، لا حافظ على نفسك. تصدق علشان تحافظ على نفسك اللي هي تعتبر أغلى شيء، أغلى شيء عندك هو حياتك. النهاردة معانا موضوعات كتير هنتكلم فيها وأخبار كتير، لكن في البداية أعزائي المشاهدين، حينما يكون الحديث عن الطب وعن الأطباء وأيضا عن الصحة وفوائدها، ويعرض هذا الموضوع على شاشة قناة الصحة والجمال، تأكدوا أن هذا المحتوى هام ومفيد للغاية. في ضيافتي اليوم الدكتورة نورة حسان، دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي والحاصلة على ماجستير علم النفس السلوكي وعضو جمعية المعالجين النفسيين. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك، مشرفانا ومنورانا النهارده في شاشه قناه الصحه والجمال. في البدايه دكتور، عاوزين كلنا دلوقتي شايفين مرض كورونا مجتاح العالم، عايزين حضرتك توجهي بعض التوصيات النفسيه للتعامل مع الفتره الحاليه. تمام، دلوقتي احنا عندنا ازمه اسمها ازمه كورونا، هو يعتبر كرب،
فانا هتعامل معاه ازاي الكارب ده؟ هتعامل معاه بحاجات مهمه جدا. اول حاجه ان انا هتقبله. يعني ايه اتقبله؟ يعني اكون متاكده ان دي فتره وهتعدي، واكون عندي يقين بالله ان دي ازمه ومرحله ضاغطه في حياتي وهتعدي. تاني حاجه التعايش، التعايش او التكيف. التكيف ده من اهم استراتيجيات الصحه النفسيه، عشان اي حد يتحط في موقف ضاغط او في ازمه او في مشكله زي اللي احنا فيها كلنا وبنعاني منها لازم يتعايش معاها. يتعايش ازاي؟ في حاجات هنبعد عنها وحاجات هنقرب منها. اول حاجه من الحاجات اللي هنبعد عنها الاستاذ عمرو لسه ذاكرها، الاحصائيات وتعداد الموتى والحاجات ده كله رسائل سلبيه للدماغ، فانا هحاول اتجنبها، وخصوصا لو انا عندي حاله الانكزايتي عندي عالي، لو انا عندي قلق وعارف ان انا بقلق بسرعه هتجنب الحاجات السلبيه، لان القلق العادي ده هيدخلني في حاجات تانية، ممكن يدخلني في ديبريشن، ممكن يدخلني في بانيك اتاك، نوبه ذعر وهلع واكتئاب، ودخلني في وسواس قهري او سي دي. اجي احل المشكله هلاقي بدل ما هو عندي ضغط واحد او مشكله واحده عندي امراض نفسيه كتير، فانا في حاجات بسيطه ممكن اعملها تطلعني من الموضوع ده. اول حاجه هتجنب الحاجات السلبيه عشان ازود المناعه النفسيه عندي، يبقى صحتي النفسيه افضل، ابقى لان الصحه النفسيه والمناعه هي المجاهد الاساسي في القضاء على كورونا. انا لو مناعتي قويه خلاص هقدر احارب اي فيروس، اي مشكله عندي خلاص جسمي هيقاومها. طيب عشان اقضي عليها هنام كويس، هاكل كويس، هعمل الحاجات الاحترازيه اللي كلنا طبعا عارفينها وحافظينها كويس جدا وبنبدا نعملها في بيوتنا. طيب وبعد كده لازم اعمل ادخل بقى سكيلز في حياتي، ادخل مهارات جديدة، اشتغل حاجات افعال صارة، حاجات تفرحني. لعب الرياضة مفيدة يا دكتور برضو؟ طبعا مهم جدا. لعب الرياضة معايا لانه يعتبر سكيلز مهمة جدا. اول حاجة بتشغل لي وقت فراغي، بتديني بتعطل الافكار السلبية جوه دماغي، فبيديني مساحة تبعدنا شوية عن جو كورونا إيجابية. وعن الامراض وعن بالظبط. هي بتديني فرصة جميلة جدا ان انا لو لعبت رياضة ساعة في اليوم حلوة قوي. لو بدات امارس هوايات وانشطه سكيلز كتير في حياتي ممكن تكون انا من ضغوطي مش عارفه اعملها، ابدا اقرا، ابدا اعمل حاجات بسيطه وهتساعد معايا جدا انها بتعطل الافكار السلبيه. والرسائل السلبيه دي بتضعف جهاز المناعه وبتضعف الصحه النفسيه وبتدخلني في زي ما قلت الناس اللي عندها انكزايتي عالي بتدخلها في مشاكل كتير. طيب يبقى دي لازم اتكيف كويس جدا. احاول ما انشرش بقى الحاجات السلبيه دي للناس، كل شويه اشير حاجه انشر حاجه، لا اتجنب حاجه زي كده. احاول اخلي في حاجه اسمها فعل سار، حاجه ممتعه في حياتي. الافعال الساره دي احنا بنستخدمها في علاج الديبريشن، في علاج الاكتئاب. لما ادخل للمريض فعل سار، ثلاث افعال ساره مثلا في اليوم لو شخصيه ولو اجتماعيه لو هو حد تاني، الحاجات دي كاني بديله انتي ديبريست، كاني بديله مضاد اكتئاب، فبيبقى السيروتونين في دماغه عالي، الدوبامين في دماغه عالي، فبيتظبط كيمياء دماغه، فبيحس ان هو رايق حتى لو قدامه اي مشكله. طيب يا دكتور دلوقتي هو في فرق اصلا بين الاكتئاب وبين مثلا الحزن العادي؟ يعني كلنا بنتعرض للحزن مثلا لوفاه شخص او درجات بسيطه في المدرسه او اي شيء، خساره في العمل او اي شيء. في عندنا في علم النفس فرق بين الاكتئاب وبين الحزن العادي؟ فرق كبير. هو اي حد ممكن يتعرض لفتره حزن عاديه، زي موقف حصل في حياتك، كان عندك هدف ما عرفتش توصله، اي حاجه وصلتك لانك زعلان. مش معقول اي حد يكون زعلان يقول لا ده ابني عنده اكتئاب، لا ده بنتي عندها اكتئاب. لا طبعا الكلام ما بيكونش بالشكل ده. انا عندي محكات اساسيه للاكتئاب، يعني مثلا في الدي اس ام 4 اللي هو الدليل التشخيصي المعتمد عالميا الامريكي، لازم يتوفر على الأقل أربع حاجات من أعراض كتير، منها فقدان النوم، عدم القدرة على التركيز، فقدان الشهية أو شرح عصبي أو أكل بزيادة، تكسير الجسم وهمدان، شوية دي كلها يا دكتور أعراض الاكتئاب؟ حاجات كتير، منها تمام. حاجات سايكوسوماتية كمان، يعني ممكن يبقى صداع، ألم في البطن، ألم في الظهر، ألم في الرجل، أعراض في الجسم نفسه سايكوسوماتي، يبقى سببه نفسي. في حاجات تانية، فقد الحاجة المهمة جدا عدد محاولات الانتحار، يعني ممكن أنا لو معايا مريض ديبريشن وشديد سفير ممكن ألاقيه حاول ينتحر مرة واتنين. فالاكتئاب ده لوحده أخطر من الكانسر. ليه؟ لأن نهايته موت، نهايته انتحار.
يعني ما حدش يقول شاف بنته زعلانة يقول لا ده عندها اكتئاب، لا الحكاية مش كده خالص. يعني اللي عنده الحزن العادي وكده ما بيجيلوش الأعراض دي؟ لا ما بتجيش الأعراض دي، ممكن تيجي عرض واحد، إنما في المحاكاة بيبقى لو مثلا صداع مثلا أو مثلا تجنب الناس أو حاجة زي كده، حاجات كلنا بسيطة ممكن نزهق من حاجة، يحصل لنا حاجة حاجتين، إنما لما تلاقي عدد من الأعراض هم 12 عرض وأساسيين جدا لما يبداوا يظهروا عندي فيبقى في مشكله، ساعتها انا مش هبقى قادر اتفاعل مع الناس. وحاجه مهمه جدا ان انا بفرق بين الحياه الطبيعيه، بين الحزين العادي وبين المكتئب، ان هو لازم تتعطل تلتين ادواره. يعني حياته بدات تتعطل، هو خلاص ما عادش عنده قدره على التركيز، ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يروح قادر يشتغل ولا قادر يصحى من نومه. ده في حالات كمان بيبقى في مقاييس كتير بتقيس الاكتئاب، وفي حالات بيبقى الاكتئاب شديد فيها جدا لدرجه زي ما قلت لحضرتك انتحار او خلاص عدم الرغبه في الحياه تماما. فعايزين نرحم نفسنا شويه ونرفق شويه في اطلاق المصطلحات والامراض على بعض. تمام. احنا بقى بالنسبه للاطفال يعني برضو الموضوع الاكتئاب ده قريب من التوحد، عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه توحد، برضو لان بيجي لنا رسائل كتير عن موضوع التوحد، وفرصه ان حضرتك معانا بقى تشرح لنا ايه هي اعراض التوحد يا دكتور. تمام. هو التوحد دلوقتي احنا مش بنبص له على انه مرض، هو في تعريف هو عرض وليس مرض، هو مجموعه اعراض، اعراض كتير، منها اول حاجه عدم قدره الطفل على التواصل البصري، هو مش قادر يبص، انا ابني معايا وما ببصش في عينيا. امهات كتير تيجي تقول لي انا ابني مش ببص في عينيا، بتكلم معاه مش ببص لي خالص، فما فيش تواصل بصري. يبقى دي اول حاجه اساسيه معايا، عدم وجود تواصل بصري، عدم وجود تواصل اجتماعي، يعني اقول له ازيك ما فيش الله يسلمك، ما فيش تفاعل، ما فيش تواصل. تمام. في حاجتين كمان هقولهم بسرعه، في ناخد اتصال الاول وبعد كده نكمل. معانا اسماعيل من الشرقيه، اهلا. الو. ايوه استاذ اسماعيل معانا. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم، مع حضرتك. بس بالنسبه لطلبه الثانويه بيمروا بمراحل صعبه في الوقت ده بسبب كورونا وكده، وفي توتر نفسي عندهم، فعايزين الدكتوره توضح لنا الارشادات ازاي نتعامل في الظروف دي، وازاي الطالب يهيئ نفسه للامتحانات ويجاوب بطريقه كويسه. تمام استاذ اسماعيل. تمام. عند حضرتك اي استفسار تاني؟ بالنسبه لحضرتك في يعني تشرح لنا ازاي الانسان يعرف لو واحد عنده اكتئاب او ابنه متغير تمام. نفسيا، يعني يتعامل معاه ازاي؟ تمام. اعراض الاكتئاب يعني. ايوه يا فندم. تمام استاذ اسماعيل، الف شكر. تمام. دكتور السؤال برضو مهم جدا، احنا داخلين دلوقتي على فترة امتحانات ثانوي. تمام. هو عايز احنا ما كملناش التوحد، نخلص ونجاوب عليك يا استاذ معين. خلاص تمام. اتفضلي. طيب قلنا في التوحد عدم التواصل البصري، تاني حاجة مفيش تواصل اجتماعي بين الطفل وبين المحيطين بيه، بيظهر عندي اعراض سلوكية كتير في نمطية. بتلاقي الطفل بياكل اكلة معينة واحدة، بيحب يلبس لون واحد، بيعمل حركات زي رفرفة، طبعا معروفها، بايديه بيرفرف بايديه، بيتحرك حركة دائرية، بيمسك لعبة يلعب في العجلة بتاعتها، يعمل حاجات انت بتحس ان حضرتك بتحس ان الطفل ابنورمال، ما بتحسش ان هو زيه زي زمايله وزي اصحابه. فده بالنسبة للتوحد. في التعامل معاهم ان الام لازم يعني ايه تتأقلم معاه، مش تتأقلم، تحتويه. تمام. يعني تحضنه، لان الحضن بيعلي السترون في دماغه. تتكلم معاه كويس، يبقى فيها تواصل. يعني بقول للام امسكي وش ابنك كده وبصي له، خليه عينك تيجي فيه. زائد ان انا بديله برضو حاجات كتير بالنسبه لتنميه المهارات، ان انا اطلعه من دايره التوحد دي. تمام. احنا هنتكلم بالتفصيل، بس برضو معانا اتصال سريع كده يا دكتور. معانا الاستاذه اميره من الشرقيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه اميره. ايوه يا فندم. تحت امرك، اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. عايزه استشاره بس بسيطه، عندي طفلي عنده سنتين ونص، تعرضنا لضغوط نفسيه شويه، وبعدها الولد كان بينطق، دلوقتي ما بينطقش، كان في كلام بيقوله، اسماء اخواته، لا اخ، بابا، ماما، دلوقتي بعد الضغوط النفسيه دي النطق بتاعه بقى قليل خالص، او بعض الحروف بس اللي بتطلع. هل في علاج او في طريقه اتعامل بيها مع الولد علشان خاطر يرجع تاني يتكلم ويبقى طبيعي زي الاطفال؟ ممكن نسالها بتعمل ازاي يا مدام اميره؟ والف شكر للدكتوره ومنوره. طيب يا ربنا يبارك فيك. استاذه اميره سامعاني كويس؟
ايوه دكتوره بتقولك انت بتعامليه ازاي دلوقتي؟ بتتعاملي معاه ازاي؟ بتعامل معاه بحنيه وبحب وبلطف وبتعاطف جامد، لان انا حاسه ان هو مش طبيعي وخايفه عليه الحاله تتطور معاه ويبقى هو عنده مشكلة. عنده كام سنه يا استاذه اميره؟ دلوقتي سنتين ونص، داخل على ثلاث سنين يعني. سنتين ونص يا دكتور. تمام. طيب عندك اي اسئله تانية او اي استفسار من الدكتوره؟ لا شكرا. طيب كان معانا الاستاذه اميره، شكرا شكرا. طب ماشي يا دكتور، كملي يا دكتور. كملي يا دكتور، كنا بنتكلم في التوحد. طيب بالنسبه احنا كده في التوحد الام لازم تتعامل معاه، هو الكلام اللي انا هقوله ليه علاقه بسؤال مدام اميره. فاحنا ممكن نجاوب على سؤالها يبقى هو عرض الاثنين. تمام. فسؤال مدام اميره، هتتعاملي مع ابنك ازاي؟ هتحتويه، هتحضنيه، الحضن نفسه لمسه الجلد دي لطفلك بتعلي سيروتونين في دماغه، بتخلي كيمياء دماغه افضل، تحضنيه وبتتكلمي معاه باهتمام مهما يكون بيتكلم في موضوع هايف او تافه او حضرتك شايفه ان هو ملوش لازمه. لا ده انا لازم اتكلم كويس جدا مع ابني واتكلم معاه على انه حد مهم قدامي. زائد ان انا ببدا اعدله سلوكه في سلوكيات كتير. هو عنده فقدان بالامان، ودايما بنقول لامهاتنا وابائنا خلوا مشاكلكم بعيد عن الاطفال، خلوا الضغوط مهما تكون، ضغوط اقتصاديه، ضغوط اجتماعيه، اي ضغوط بعيد عن اطفالنا، لان اطفالنا دول المجهود والتعب اللي بنعيش حياتنا كلها عشانه. تمام يا دكتور، احنا برضو عايزين برضو يعني نستفيد من حضرتك بقدر المستطاع، والوقت بيجري بينا، فعايزين برضو نتكلم في موضوع الادمان. تمام. طب تنصح على الاستاذ اسماعيل؟ هو كده كده سؤاله جاي دلوقتي. تمام. هو سؤال الثانويه العامه انا كده كده محضره يعني، فهو ان شاء الله هتجاوب عليه دلوقتي. تمام. عايزين نعرف بقى المدمن ده تنصحين هو يلجا لمين اول حد؟ طيب المدمن ده يعني احنا نقلنا نقله بعيد شويه. طيب الادمان ده انا عايزه الناس تتعامل مع المدمن على انه مريض مش مجرم. للاسف المجتمع عموما بنظر ليه على انه مجرم. انا لما بشتغل في جروب سيرابي بتعامل معاهم بمنتهى الاحترام، لان هو محتاج حد يقدره، محتاج حد يحترمه، محتاج حد يعلمه. فهي خبره مرت في حياته، خبره سلبيه تعرض ليها تحت اي مسمى او من اي باب، بس هي ازمه، هو في ازمه زي الازمه اللي احنا كلنا فيها دلوقتي اللي هي ازمه كورونا. طيب فانا انصحه لو واحد بياخد اي ماده بقى سواء اي حاجه من المواد اللي بتؤدي للادمان، اول حاجه يلجا لاقرب مستشفى ليه لعلاج الادمان. يعني في مستشفيات صحه نفسيه كتير، طبعا. منهم مستشفى العزاز للصحه النفسيه اللي انا شغاله فيه. تمام. صحه نفسيه وعلاج الشرقيه ده يا فندم في الشرقيه. هو تبع الامانه العامه للصحه النفسيه. تمام. فدلوقتي في اول حاجه لما بيجي لنا مدمن، اول حاجه لازم، المفروض ان انا ما اقولش كلمه مدمن، هو مريض. هو بيشن زي هو مرض زي اي مرض. فاول ما بيجي في حاجه لاول مرحله الديتوكس. الديتوكس دي اللي هي سحب السموم من جسمه، هو دخل ماده غريبه جوه جسمه فبدا يسحبها، المفروض ان انا اساعده انها تطلع منه. هتطلع منه ازاي؟ هي ليها مدى، يعني كل المواد المخدره بتطلع من 3 لـ7 ايام، اللي بيزيد معايا شويه اللي هو الكحول هو اللي بيوصل ل10 ايام. فحضرتك لو بصيت ليها 10 ايام مش كتير، بس مش هو ده العلاج، دي فتره سحب سموم بس من جسمه. طيب بيبدا بقى العلاج اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج المعرفي والبرامج، يعني في برامج كتير زي برنامج ماتريكس وزي الان اي وزي السي بي تي والدي بي تي، كل مكان بيستخدم البروتوكول اللي بيحب يشتغل بيه. فالمفروض ان احنا بنعلم المريض وبنعده ان هو يتعامل ازاي مع الواقع، وبيتعامل ازاي مع المواقف عاليه الخطوره، وبيتعامل ازاي في حياته عموما. فانا ببرمج دماغه من اول وجديد، بعمله سوفت وير جديد. تمام. طيب هو عايزين نعرف برضو دور العائله مثلا والاصدقاء اتجاه المريض دوت، اكيد بيبقى ليهم دور توعيه. دور مهم جدا. لو شغالين مع البيشن بتلاقي مع الحاله بتلاقي الموضوع سهل، انما لو اسره مش شغاله مع ابنها وبتبص ليه على انه عار ووصمه عار بالنسبه لهم وبيحاولوا يهربوا منه، دي مشكله في حد ذاتها. لان المفروض ان بيبقى في جلسات تاهيل اسري للاسر نفسها، لان انا بمشي بيه مراحل كتير لما اوصله لشخص نورمال تماما، بل وبشخصيه اقوى من قبل كده. طيب هل عمليات المساعده الذاتيه او برامج التعافي المنزلي دي بتبقى نسبه نجاحها كبير؟ هي موجوده، بس نسبه نجاحها بيبقى دايما ناقصها حاجه، ناقصها الافكار الغلط اللي في دماغه، ومين اللي هيطلعها له ويحط له افكار صح. حضرتك عارف ان الافكار دي هي اللي بتمشينا في حياتنا. يعني اي حد في دماغه فكره تيجي، الفكره دي لو سلبيه هتلاقي نهايتها سلبيه اكيد،
لو الفكرة إيجابية يبقى نهايتها نجاح، فمين اللي هيغير له الكلام ده؟ لازم يكون حد متخصص. يبقى حد متخصص أفضل، يبقى يشتغل على نفسه أكتر. ولازم أعمل حاجة معاه إن أنا أبعده بقى، أعمل حاجة مهمة جدا إن أنا بفك ارتباط الشرطي. هو ارتبط بالمادة، المادة مش الحشيش بس أو البانجو بس، لا ده هو ارتبط بالحدث على بعض، المكان والصحبة والناس وكل شيء. ده لما باجي خصم بخصم أماكن وأدوات وأشخاص كل حاجة، المناسبات نفسها بحرمه إنه يحضر أماكن أفراح في أماكن شعبية، البلد اللي كان بياخد منها ببعده عنها، تمام، تليفونه باخده منه، حاجات كتير. احنا برضو عشان باقي معانا بس دقيقتين في الوقت، عايزين نعرف ازاي نحمي مريض الإدمان بعد علاجه وبعد تعافيه، في اي خطط او اي حاجه ممكن؟ هو بقى الشغل اللي بقوله لحضرتك ان انا بغير الافكار السلبيه اللي في دماغه وبدخل له افكار جديده، هيتعامل ازاي مع الضغوط، بقى بشتغل معاه على اخطاء التفكير. يعني بتتابعوه بعد ما يخرج طبعاً من عندكم؟ المفروض يبقى في متابعه، والمفروض اي حد تعرض لادمان يفضل يتواصل ويستمر مع الناس اللي بيعالجوه، يعني حتى لو مره كل شهر، لو اتصال بالتليفون، بس يبقى عنده سبورت، عنده دعم. تمام تمام يا دكتور. احنا كده اتكلمنا طبعا في محاور كتير جدا، عايزين بقى رسالة يعني مهمة جدا، لان مستقبل ولادنا دوت يعتبر اهم حاجة لكل اب او كل ام. عايزين نعرف كيفية التعامل مع توتر طلاب الثانوية، وتبقى نصيحة من حضرتك كده للسادة المشاهدين. طيب، ولادنا الجمال هم عندهم ضغطين دلوقتي، مش ضغط واحد، ضغط كورونا وضغط الثانوية العامة. انتوا عارفين طبعا ضغط الثانويه العامه ده لوحده احنا بنعمله الغول او البعبع زي ما بيخوفونا بيه طول عمرنا. فالثانويه العامه المفروض ولادنا يتربوا على انها سنه عاديه زيها زي اي سنه، زي اولى ابتدائي وزي ثالثه ابتدائي واعدادي، زيها زي اي سنه. المفروض ان انا ابني مقسمه له عدد ساعات معينه بذاكرها، ماده معينه بذاكرها، لما بيجي يستخدم دماغه ويشتغل على الذاكره بيعمل له حاجات تزود كفاءه الذاكره. يعني ايه تزود كفاءه الذاكره؟ يعني في اكل بيزود الذاكره عند الاطفال، منها الحاجات الورقيات والمكسرات وحاجات كتير طبيعيه، وابعده عن الالوان الصناعيه ومواد حافظه، احاول ابعده عن الضوضاء وعن الدوشه، احاول ابعده عن الحاجات اللي بتشتت تفكيره. ده كله المفروض ان انا شغاله معاه طول السنه، مظبطه معاه ومقسم المعلومات وبراجع المعلومه عشان يوصل لكفاءه للذاكره. طيب كل ده ما عادش ليه وقت للكلام، لو ليه مجال كنا اتكلمنا فيه باستفاضه، بس احنا هنتكلم دلوقتي القلق، الانكزايتي المصاحب ان شاء الله للمتحين. لينا حلقات تانية يا دكتور باذن الله، هنتكلم في محاور كتير جدا، وعايزين من حضرتك رساله اخيره برضو للساده المشاهدين في 20 ثانيه عشان وقتنا خلص. طب نكمل بيها اتفضلي. ماشي، اللي حضرتك شايفاه. فاولادنا بقى، عشان دي حاجه مهمه لازم اختم بيها، ان انا لازم دلوقتي ابني ما يتوترش ويهدى، لو داخل الامتحان وحاسس المعلومات كلها طارت من دماغه ما تقلقش، في حاجه اسمها زمن الرجع، يعني مثير واستجابه. اول ما تبدا تحل السؤال، تقرا السؤال، هتحس المعلومه مش موجوده، لا هي موجوده، اهدى، اعمل ريلاكسيشن، خد نفس عميق وطلعه بشويش خالص على قد ما تقدر، هتلاقي نفسك اهدى، هتلاقي المعلومات بدات تترتب في دماغك. ودايما لما تقسم المعلومات رتبها في دماغك كويس جدا. شكرا يا دكتور، ومش عمره مستعجل. شكرا جزيلا، وقتنا والله معاكي خلص بسرعه جدا. كان معانا الدكتوره نوره حسان، استفدنا جدا وكان في مداخلات، وان شاء الله يا دكتور لينا لقاءات اخرى قريب باذن الله. شكرا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا لينا فقره مهمه جدا بعد الفاصل. انا كنت نزلت على الصفحه بتاعتي بوست جميل جدا، احنا عرفنا الفتره اللي فاتت سمعنا ان في نيه لفتح بعض الانشطه زي الرياضه والمحلات ووسائل المواصلات، فانا قلت عندي على الصفحه ازاي ناويين نفتح واحنا داخلين اصلا على ذروه كورونا. جه تعليقات معانا كتير، زي الاستاذ محمد منصور قال طبعا دي كارثه، والاستاذه حنان يونس قالت احنا نختلف عن الاخرين. جه تعليقات كتير معانا، هيكون في تواصل على صفحه فيسبوك الخاصة ببرنامج مصر جريء. طبعا عندنا فقرة مهمة جدا فنية مع زميلتي الإعلامية المتألقة الأستاذة أميرة مرسي، انتظرونا بعد هذا الفصل.